خليني طب اشوف وجهة نظر اللواء سعيد طعيمه، رئيس لجنه النقل والمواصلات في البرلمان. مساء الخير يا فندم. تأكيد حلو. برضو نفس السؤال، ايه الضامن انه القانون الجديد يظبط الحاله المروريه في الشارع المصري؟ القانون الجديد مش هيدي اي نوع من انضباط الفن في الشارع، اصلا وانا اعترضت عليه من اول يوم، اشتغلنا فيه، وكان فيه مؤتمر في اكاديميه الشرطه، واحنا قلنا يا جماعه انا مش محتاج قانون، انا محتاج منظومه مرور. اذا النهارده انا عندي قانون تطبق منظومه المرور الكامله اللي الناس الدول العربيه اللي جنبينا بتطبقها، الدول الاوروبيه بتطبقها، وبالتالي كل حاجه هتنضبط. النهارده ليه الدول العربيه اللي جنبينا او الدول الاوروبيه الحاله المروريه مظبوطه فيه؟ لان كل حاجه متسيستمه، كل حاجه لها سيستم معين، والمخالفه تقيد صح، والكاميرات موجوده، والعسكري والضابط قايم بدور صح، مش زي ما احنا النهارده بنحط في الشارع في الجو ده. ما ينفعش النهارده ما عنديش مراقبه صح على الطرق. احنا محتاجين مبلغ بسيط دوله تحطه عشان نبدا زي ما الدول الموجوده جنبينا بادئه. انما النهارده هنقعد نغير في قانون المرور، هو نفس المشكله، هنرجع لمرحله الصفر بالاول، وندور على حاجه اسمها منظومه مرور بره. النهارده هتقولي لي النقط، مين النقط؟ النقط بره يا استاذه دينا، على النهارده لو انا بدوله اوروبيه او دوله عربيه تاخد منه رخصه لمده سنه زي ما موجود في القانون، بتديني اعانه اجتماعيه اكل منها. لما انت هتديني ايه؟ ده انت مش لاقي تحط، تديني معاشات، انما تديني اعانه اجتماعيه للمواطن اللي هو هيقعد فيه سنه. مين اللي يقول الكلام ده؟ المخالفات هزود المخالفات اكتر من كده ايه؟ كل المخالفات الموجوده كافيه ترضى على اي مواطن، لكن محتاجه نظام موجود في دول بره زي ما في كاميرات موجوده، الكاميرات دي بتعلن المواطن، بتعلن بتروح على النيابه مباشره، واخد بالك؟ في انضباط بره. طب ما هو ده موجود، النقطه دي تحديدا موجوده في القانون الجديد، رصد المخالفات الكترونيا من خلال المراقبه، كاميرات المراقبه المتصله انت بالانترنت. تعملي بيها ايه النهارده؟ تعملي بيها بتزود المخالفات، يكفايه على المواطن. اكتر من كده المواطن ما يتحملش، انا مش عايز ابقى عيب على المواطن. وفي نفس الوقت انت فين النهارده؟ تعالي النهارده قولي القاهره انت عملت محاور ايه في القاهره والجيزه جديده؟ ولا حاجه. داخل المدينه هغيرت ايه داخل المدينه؟ ولا حاجه. الطرق السريعه بتراقبيها ازاي؟ ولا حاجه. انا ما بهاجمش الجهاز، لان انا اصلا من الجهاز، خلي بال حضرتك، وما زلت من الجهاز. لكن انا النهارده الجهاز مش مرور، مش قانون، مش مرور، مش مش مش, مش داخليه، مش قانون بس، مش داخليه. المرور المفروض اي محافظ يسأل تماما كل سنه عملت ايه في محافظتك لتسهيل حركه المرور. هو حضرتك اشرت لنقطه المنظومه، منظومه المرور. خليني سريعا لان وقتي انتهى اروح لسياده اللواء مجدي الشاهد. من ضمن ملامح مشروع القانون يا فندم نقطه بتتحدث عن توكيل الجهات المختصه اللي هي النقل والاسكان والصحه والاتصالات لتجهيز الطرق بما يحقق الامان في استعمال الطرق، ودي النقطه اللي ربما ليها علاقه بالمنظومه. هي مش كده بس، لكن هي نقطه ليها علاقه بالمنظومه، نقطه غايه في الاهميه، لكن دمها بيتفرق بين القبائل ويكون في صعوبه في تنفيذها، واذا لم تنفذ لا نسبه الحوادث هتقل ولا يعني القتلى والضحايا هتقل على الطرق، وبالتالي انا هنا في نقطه مهمه ما عنديش ضمانه لتنفيذها. الحقيقه سيادتك دعيني ارد بس على انه سعيد بيه قال انه لابد انه يكون في منظومه موجوده. الحقيقه قانون مشروع قانون المرور الجديد بينص على ذلك صراحه، لان المرور مش كما يعتقد ان المرور بياخد، يقول لك بياخد نسبه على المخالفات، هذا غير صحيح. ولاول مره قانون مشروع قانون الجديد ينص صراحه على انشاء صندوق لتطوير المرور ومنظومه المرور بالفعل، وموجود فيها كيفيه التمويل ونسب التمويل ومصادر التمويل. ايضا القانون اللي مطبق حاليا غير كافي، لانه سيادتك تتصوري ان قانون المرور الساري حاليا يسمح انك تقودي مركبه بدون ما تستخرجي رخصة قيادة أو تسيير. هل ينفع قانون يسمح لي
ان انا اقود مركبه وانا معيش اساسا رخصه قياده او تسيير اتصالح بدفع نص الحد الادنى للغرامه، لا تقدر تعمل لي محضر ولا توقف رخصتي ولا تلغي رخصتي ولا تسحب رخصتي. اعتقد ان قانون زي ده قانون لا يمكن قبوله لا في العالم ولا في مصر. فالقانون الحالي فيه خلل، نصلح هذا الخلل سواء بتعديلات او بمشروع جديد، ولكن لنا بعض الملاحظات لا تكفي الاتصالات الهاتفيه بشرحها. صحيح صحيح. الغلو في العقوبات والغرامات المقرره بالفعل. هو الحقيقه يعني كنا بس بنستطلع اراء سريعا حوالين ملامح مشروع هذا القانون، لكن مش لمناقشته لان طبعا لن يتسع الوقت. ان شاء الله يكون في لقاءات اخرى مزيد من التفاصيل عن مشروع القانون. بشكركم شكرا جزيلا، لواء سعيد طعيمه رئيس لجنه النقل والمواصلات في البرلمان، واللواء مجدي الشاهد الخبير المروري.